أرضية مثالية لا بأس. عين الإمارات، عين الإمارات، اثنين اثنين، يلا يا خالد، الله بعدي يا العين، بعدي يا الزعيم، لابا لابا لابا، للأمام خطيرة، لكن خروج حارس المرمى. الهدف الأول إيريك، الله، الزعيم في أحلى بداية يسجل عن طريق إيريك في الدقائق الأولى. يحاول سفيان، ينجح في المرور، تقدم رحيمي، رحيمي رحيمي رحيمي، مش ممكن، جول جول غير معقول. الزعيم 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 يسجل ثاني أهدافه في مباراة اليوم. إيريك ووصلت إلى رحيمي، سفيان، عرضية إلى لابا، الله، صاحب 36 سنة قال ديف علي للأمام، راسية خطيرة، كوابي جول، كوابي جول جول. إيريك إيريك لعب الكرة برا، حلوة المرة دي، استلامة والهدف الأول، والهدف الأول من كوابي. وكاكو لعب عرضية سحر، عرضية سحر، والعين يتقدم بالهدف الأول من كوامي. خطورة للعين ولكن خبطت ووصلت المرة دي، قلت لك فيها خطورة للعين. سفيان الرحيمي اللي يلعب بينية، حلوة إلى إيريك، حلوة إلى إيريك، حلوة إلى إيريك، حلوة إلى إيريك، يا لعيب يا لعيب يا كاكو. بانطلاقة من سفيان الرحيمي، رحيمي عدى، رحيمي عدى، رحيمي عدى، رحيمي مزيان يا سفيان، مزيان يا سفيان، مزيان يا سفيان. وسفيان رحيمي يطلق رصاصة الرحمة بالأربعة، بالأربعة، العين على الصدارة. بندر عالية، عرضية عيناوية، ولكن إبعاد، إيريك تسديد، يا سلام، الزعيم العيناوي يتقدم عن طريق لابا، رحيمي رحيمي الطاير، يا سلام. كاكو بيلعب أمامية، هي 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 عيناوية، العين يسجل الثالث. سفيان قاسي في الشوط الأول كان رحيمي، صار فريق نادي العين. بندر الأحبابي يبدأ الهجمة، يا سلام، ممكن جول، ممكن جول، هدف أول، هدف أول، نعم هدف أول، هدف أول. الزعيم يتقدم بأول الأهداف، الزعيم يتقدم بأول الأهداف، يتقدمون أولا في أرضية الملعب، في أجواها عمير وضعها، والزعيم يتقدم، الزعيم يتفوق. الكرة فيها إبعاد، وصلت المحاولة، يا عيني، يا سلام يا حبيبي، يا لابا سجل التعادل، مصدر السعادة، مدير السعادة، العينوي الكبير يعود مرة أخرى، يعود مرة أخرى ويسجل التعادل، الهدف الكبير، نعم هو مدير السعادة. محمد عباس، عرضية ممتازة، مشي مشي، الله، بعدي يا العين، بعدي يا زين، بعدي يا البوز. استمر، لا، العين لم يودع بطولات الكاس، العين لم يودع، والآن قد يودع للدور القادم. خطيرة جدا، وهو لا 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 لا. سفيان مرة أخرى وفي أول أيام رمضان يسجل ويضع العين في المقدمة، يضع العين في المقدمة في دوري أبطال آسيا عندما حقق الفوز في الذهاب. كرة بتسديد، التاريخ يكتب من جديد، وبأقدام سفيان رحيمي، سفيان لا يظهر الرحمة. بلاسيوس، عرضية من بلاسيوس، خطيرة،
ركلة الترجيحية لويا الرحيمي من أجل التقدم من جديد. الجزاء أليكس تيلس وهو كاكو 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 كريستيانو كريستيانو وهو الآن من علامة الجزاء. الله الله الأمال من جديد وتوبيو لا 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 خلاص مبروك للأمة العينوية يظهر في هذا المشهد الختامي ولم يخسر من ثمر اللقاء أرقام قياسية ورحيمي ينتظر منه الهدف الأول المباغتة يا سفيان على ماتش كل شيء ممكن القناص المغربي يقترس الزعيم تلق العويس يمشي والهدف الثاني يمشي رحيمي وجابها مرة أخرى جابها مرة أخرى ملا الكاريزما قوة الشخصية يا سفيان كاكو بيتقدم كاكو بيتقدم بيلعبها في المرمى 4 تسمعني ولا ما تسمعني 4 العين يسجل الرابع 4 يبعدي محاولة عرضية خطيرة جدا لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة تأتي لا 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 هيريك يعيد لإغلاق الأبواب ويعود بالمواجهة ويسجل التعديل أخرى سفيان رحيمي سفيان انقضى سفيان أمام المرمى الله دوم دوم يا بلادي رأي تاج مرفوع سفيان عدى مرة عرى الله نعود العين اللي فيها نشوف العين اللي فيها نشوف العين هي نظرنا هذا رحيمي لا يغرك اسمه هذا ما يرحم ما يرحم هذا ما يرحم وهم بعيدين كيف هو يشوفه بعينه يقدم الان تكمل يا رب الله يا رب تممها خب القال يا رب كرة إلى نابا تعود الكرة الله 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 علم ما هو حلم أنا أصدق عيني أنا أصدق عيني الله يا نابا الله يا نابا عدي يا نابا خلص يا نابا مستحيل مستحيل العين يتربع على عرش القارة الآسيوية آسيا تعلن سقوطها على يد الزعيم ونجوم البنفسجي يتوجون أبطالا عليها خامس خليها خامس بيرسل لك كرة الله العين بطلا للبطولة الآسيوية بأكبر النتائج التاريخية بخمسة أهداف الكاس لا يطلع الكاس هذه ما تطلع الكاس هذه لازم ترجع لازم ترجع والعين هذه لازم تلمع لازم تلمع أنت أمام الزعيم أنت أمام البطل أنت أمام الشخصية أنت أمام الهيبة